الحمد لله رب العالمين. أول شيء مبارك للعربي وجمهور العربي، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في قادم الأيام. الأداء بالنهاية ما بطعم خبز، يعني بالنهاية فاز العربي في المباراة. قدمنا أداء جيد، لكن هذا ما بيكفي، لازم نتوج الأداء الجيد بالنتيجة. لكن بالنهاية اللاعبين كانوا أبطال اليوم، قدموا مباراة كبيرة، الله يعطيهم ألف عافية، نتمنى لهم التوفيق دائما إن شاء الله. فيها دروس كثيرة المباراة، نستفيد منها، نتعلم منها، وإن شاء الله بإذن الله تكون الأمور أفضل في المستقبل بإذن الله. ما بدي أتكلم على الحكم، حكم هذا ما بدي أتكلم عليه نهائيا. بكرة بدهم يخصموا عليك، وبدهم يتصيدوا عليك، وبدهم في رب العالمين حبيبي. الجمهور المسكين هذا الحمد لله ما طلع متضايق، والحمد لله طلع كسبان بطولة. بس رسالة للاتحاد، يعني هذا مستوى تحكيم حرام، والله حرام، هذا مستوى تحكيم، ضيع جهد اللاعبين سواء فريقنا أو فريق الفريحين. مو كذي يدورون الحكام، قراراته عكسية. من أول دقيقة كان مفروض انذار يعطي دفاع هذا المحترف مال الفريحين، ما أعرف اسمه، لغاية اللي حتى اللي طقوا علي خلف وما حط له فاول. سنوسي فريقته انشقت، ليش؟ من الله؟ يعني حتى هذه ما حطها فاول؟ الله كريم. بالدوري وان شاء الله، الله كريم ان شاء الله، الله كريم ان شاء الله، اي بالدوري وقبل النهائي بالكاس والليلات. الله يسلم، مشكور حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الحمد لله على كل حال، اكيد مبارك للنادي العربي، جهاز فني، اداري، لاعبين، جماهير، هذا الفوز والتاهل لنصف النهائي. انا اقول يعني جود لك لاداء لاعبين الرجال في مباراه اليوم. قدموا مجهود جبار. الشوط الثاني فترات كبيره من الشوط الثاني كان الافضل، يمكن قبل العربي يسجل الهدف الثاني من تسديده ما كان له فرصه تذكر. حكم المباراه يعني اخوي عبد الله الكندري لازم 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 يراجع نفسه ويشوف المباراه اليوم. اوكي ما كانت في اخطاء، خلينا نقول احنا يعني، او خطا واضح غير مجرى المباراه، لكن تفاصيل صغيره ممكن في الفاولات اللي كانت تنحسب علينا لنفسها تصير لصالحنا ما كانت تنحسب لنا، هذه اكيد تاثر على اللاعبين، تاثر حتى على اللاعب يتنرفز في حالات في تحولات بالكره، لما تكون انت ضاغط وترجع ونحسب عليك فاول ممكن احنا نفقد هالشيء الكره. فبس بالنهايه اقول الحمد لله على كل حال. والله شو بدي احكي، ما بعرف، يعني انت عم تلعب ضد فريق العربي، فريق كبير، وعم تلعب ضد جمهوره، وعم تلعب ضد الحكم، يعني صافرات سلبيه كثير عم تكون علينا. طابه بتكون ما فيها شيء، بدنا نطلع فيها هجمه بصفر فول العربي. الجول الثاني في فاول لنا اعطوه هون، طابه الفول اللي صفره الجول الملغي، لاعبنا لاعب ضرب عكاح طلع تبدلناه، صفره فول اخذ من الجول الثالث لغالبا. يعني صافرات كثير سلبيه عم تكون علينا، يعني شو بدك تربح اذا الحكم ما كان عادل؟ لا اكيد ما هناك تعمد، بس يعني عم يصير ضغط عليه من الجمهور، من الكادر، من هيك، فعم يصفر علينا. بس ما بصير، يعني الحكم لازم يكون يتحمل. وانا بوجه، انا كابتن عبد الله حبيبي وصاحبي، بعطوله في علاقه بينه وبينه كبيره، بس ما بصير هيك. يعني انا ما اتكلم بالتليفون ولا اتكلم بالميكروفون ولا اتكلم بالتويتر وبالانستغرام، انا اخلي رجال العربي هم اللي يتكلمون، اقول لهم هم يتكلمون مع القادسيه، واللي يقولون بنياك ودنيا، ترى بنياك ما يسوي لكم شيء، جاكم الموج الاخضر واخري الاصفر، صعبه عليك. طيب مالله للقادسيه، وراح نطلع القادسيه ونصعد النهائي. هذا الزعيم، شوف الحضور، دام هذا الجمهور معاه، حط الكاميرا عليه، شوف الحضور، الجمهور ما يخاف على العربي، دام معاه وراه الجمهور ما يخاف عليه. هذا الزعيم، الزعيم تخصصه بالكوس، وبالمره طاحن ثلاثه اربعه المرات.